حياكم الله بحلقة جديدة من برنامج علوم الأولين، وكالعادة بنوسع الصدر حنا وياكم على سوالف وقصيد وعلوم غانمة وامثال شعبية. بس هما خلوكم حولنا وعين منكم لا تغى. يقولون الأولين يعشقون بالسمعة. وش معنى يعشقون بالسمعة؟ يعني مثلا الفلان يسمعون إن عندهم بنت مزيونة ومواصفاتها تسدى وتسدى وتسدى، وتلقى هالولد ما شافها يتعلق فيها وممكن إنه يشعر فيها. وعلى هالطاري قبل لا ندخل السالفة، يقول واحد من هالشيبان شايب عيار أذكره زمان وكان يسولف علينا، يقول بعض الناس من أول تلقاه يعشق فلانة، فلانة هذه اللي ما عمره شافها بس يسمع عنها، أمه سولفه وأخواته واللمة، المراد إنه سمع عنها وتعلق فيها. طبعا فلانة هذه اللي هو عاشقها ما تدري عنها وداره، ويمكنها ما تدري عن اسمه أو ما تدري إن الفلان عندهم هالولد. الأولين كانوا في حسرة، صدق في حسرة، وكثير من قصصهم يا أم إنه لمح طرف على مقال عينها ولا خدها ولا على زولها، مو مثل هالحين الواحد يفتح الشاشة ويشوف أشكال والوان. وعلى هالطاري يقولون إن في وحدة سمعت بطاري واحد وتسمع عن أفعاله وفروسيته وشجاعته وشاعريته، وسمعته منتشر تنهاك الوقت، تقل إنها بدت تعلق فيه. والمرأة تعشق من السمع، هذا شيء معروف، والرجل غالبا يعشق من النظر، ولهالسبب هالبنت تقل إنها بدت تعلق فيه وأعجبت فيه وهي ما شافته بس تسمع. يوم جذاك اليوم ولن هالولد كان رايح للمغزة هو يا ربعه، وفي المغزة تعبه ومجهود وتسده وصارت عليهم بلاوي ومشاكل، وفي التعويدة هالفارس تأخر شوي عن ربعه، وكان معه اثنين من أخوياه جماعتهم اسبقوهم وذولي تأخروا شوي، وتشاء أقدار الله إنهم يوقفون في بيت أبوها علشان إنهم يريحون. وبيت أبو البنت هذه يقال إنه كان بيت سبير وفاتحة للرايح والجاي، القريب والغريب، كان مجلسه على مقال مدهال للرجال وماي خلا، وكان كريم وفزاع وكل الخصال الزينة فيه. ولهالسبب صارت هالصدفة، ولهالسبب حول على بيت أبوها. طبعا البنت درت هاللي تدوره وهاللي تسمع عنه وهاللي بدت تحبه وتعجب فيه بيدخل عندهم وبيضيف على أبوها، لكنها ما تعرف شكله ولا تعرف وشو قايل، ومعه اثنين من أخوياه فما عاد تدري أي واحد منهم، لكنها قالت بإذن الله أني بعرفه. يا مانع المغازي يبي لها صبر وجلد ورجال، ما هي بأمر سهل. اي والله صدقت، ما هي بأمر سهل. هلا يا ماجد، ما علمتني وش صار على ربعكم؟ والله ربعنا سالف دينا بليلتين وان شاء الله احنا بلا الحكمة. طبعا البنت عرفت انه واحده من هالثلاثه، لكن ما تدري من هو، وعيب انها تروح تساله ولا انها تحاتيه ولا انها تشوف من هو، لا هي بناشده ابوها ولا هي بناشدتهم. فوش سوت؟ كان لهم عاده ان كل واحده منهم معه مطيه، طبعا ثلاث مطايا لثلاثه رجاجيل، ولا جليل واحد منهم يجلس عند المطايا يحرسهن ويعتني فيهن، والاثنين الباقيين يطلعون ويعسون الديرة ويشوفون الأخبار يوميا. طبعا اللي كان يجيب البرسيم أو الأكل لهالمطايع كل ليلة هي هالبنت، وتجيب معها تقل قرص
علشان انهم ياكلونه عشان لها الشباب. قالت انا بشوف كل يوم يبي يجلس واحد منهم ومن خلال تصرفاته مع البرسيم ومع الاكل ابعرف من هو الشخص المقصود. يوم جا اليوم الاول وساره كانت تناظر وهي اللي تشوف هاك الرجال. يوم انها خذ البرسيم بعد ما ودته لهم خذ البرسيم وعطاه مطيته وانتظر الين انها شبعت. يوم شبعت مطيته الباقي قام خذه وعطاه مطايخ خويه. قالت هل يناظر نفسه قبل يناظر لخوياه وفيه زي ما تقول انانيتنا وشي من هذا؟ هذا مهو بمانع، هي مسويتن هالشي اختبار لهم لانها تسمع عن مواصفات مانع. ليش؟ لان الناس من اول ما يشوفون بعض، ما يشوفون بعض في تلفزيون في جرايد في جوال، فلذلك ما لهم الا الذكر وما لهم الا السمعه، فيسمعون ان فلان ابن فلان ان فيه من هالاوصاف كذا وكذا وكذا، فهي مسويتن هذا زي ما تقول اختبار. تحط لهم الاكل والبرسيم المطاياهم ثم تروح وتراقبهم من بعيد وتطل وتشوف وتشوف كل واحد منهم وش بيسوي ويتصرف وتعرف عاد هو مانع ولا واحد من اخوياها الاثنين. قالت ابد هذا ما هو بمانع. يوم جا اليوم الثاني يوم قامت ساره تناظر وهي اللي تشوف الرجال الثاني. طبعا هم تقلنهم جدولينها بينهم بحيث ان كل يوم واحد منهم يجلس عند المطايا والاثنين الباقين يروحون. فكان دور هالرجال اللي يوم انه جاه الاكل تقل انه جوعان ولط الاكل كله ولا بقى قطعه الا اخويه. قالت ابد هذا مهو مانع، مانع مهو بشفق الا الاكل ومانع نفسه عزيزه ولهم خلن اخوياه لو على حساب نفسه، فما بالك بالمطايا؟ ابد ابد هذا مهو مانع. وهي اللي تسكر الدريشة. وجاء اليوم الثالث ولا والله هاك الرجال اللي يوم جاء البرسيم وزعه على المطايا كلها أو إنه رماه بينها. المراد إنه ما عطاه مطيته دون مطايا خوياه تقديرا لهم ولا كل كالنصيبة أو بعد أقل من نصيبة كم لقمة بس يسد بها جوعه والباقي من الأكل وهو الأكثر اعزله لخوياه. قالت بس هذه مواصفات مانع، اشهد بالله ان هذا مانع. وهي اللي تنبسط هذا الرجال اللي كانت تسمع منه اللي اعجبت فيه من سمعته من ذكره الطيب. وبعد هالاختبار اللي استمر 3 ايام عرفت اي واحد فيهم مانع. وهي اللي تطير من الوناسة والارض ما تاسعها. العذر السموحة ما درت ان احد بالبيت. انت مانع؟ اي بالله مانع. لبيه وراك ما تناظرني؟ حنا في بيت رجال النجودي والنظر لمحارم الناس عيب. اجل اخلك حليل المحارمة. شلون يعني؟ شوف يا مانع، والله انك بقلبي قبل لا اشوفك. وانت رجال كفو وشجاع وفارس كريم ومثل هالخصائل لا صارت باللي قدامي ما خاف على نفسي معه. وإن كان لك خاطر بالحلال أنا بعد لي خاطر. والله إن دورت نسب ما يبلاقي أفضل من نسبكم، لكن يا بنت الحلال أنا لي لزومي بديرتي لابد أقضيه وأرجع عليك مرة ثانية. إلا وش اسمك؟ سارة. وبعد ما تكشفوا البعض وعدها انه يعود بعد شهرين ويخطبها. راحت الشهرين وصارت 3 والثلاثة تدبلت ويقال انه عد السنة لا مرسول ولا خطاب ولا اخبار ولا اي شيء. وطول هالمدة هالبنية ترفض الخطاطيب وكل ما طق بيتهم احد رفضته كله عشان انها تنتظر هالرجال اللي تدوره من مدة طويلة. ويوم جا ذاك اليوم
وهو اللي يرسل لها قصيدة يبي يشوف ايش صار عليها، هي تزوجت ولا هي للحين تحتريه. وصلت القصيدة للبنت وهي اللي تفتحها وتقراها. يا طوق يا مرتحل فوق ضامر، يبوج الفيافي ناحلات خدايمة، سلم على قصر الدعيمي ومن بها أجاويد ما داسوا بنا قط لايمة، سلم عدد ما هل وبل منسمة وما لعلع القمري بصوات دايمة. ترى حبهم يا طوق كالنقر بالصفا، ونقر الصفا ما هي بتمحار سايمة، نقر الصفا لو هبت الريح منجلة ولو جل حياة ما خرب الماء علايمة. طبعا هي كانت متشرهة وزعلانة ويحق لها، وهذا اللي هي وضحته في ردها عليه، وضحت له أيضا أنها كانت تحتريه. يا طوق لا جيت الحبيبي مانع، فتن بالمعادي بينات الوسايم، قليل اغتنام الزاد عن ربع هالخوي، ولو كان جيعان يلاحق حزايم. يوم انه وصله الرد انبسط وفرح، وهو اللي يجيك مسرع ويخطبها ويتزوجها. قصصنا ما قضت، راجعي لكم ومكملين معكم، بس هما عين منكم لا تغار. حياكم الله مرتين ثانية، مستمرين معكم بسواليفنا وقصصنا. وقصتنا هالمرة عن زوجة ما خلت زوجها، رغم انه كان فقير الا انها كانت تفاخر بافعاله. هالبنت كانت بنت عز وانشأت في بيت ابوه تاجر، وكانت بنت نعمة ومتعودة على النعمة، وتزوجت رجال فقير لكنها كانت تحبه وتحب افعاله. رجلها كان كريم، واي دراهم تجيه يحطها على قولتهم في الطبخة اللي هي القهوة، من اول يسمونها الطبخة، ويحطه في الهيل. من اول الهيل كان غالي، وله بيحدا يزود في الهيل في القهوة، وكانت تفاخر بهالشيء وتماري. الكحلة ما كانت تحطها، والذهب ايام كثيرة ما كان على يدها، ولبسها يقعد بالحول والحولين. لكن كانت مبسوطة ومرتاحة، وكان زوجها فعلا يستاهل هالشيء. جا ذاك اليوم وتقل ان ابوها سير عليها. اجل هذا بيت ابوك الله يرحمه. اي هذا بيت الوالد الله يرحمه. اقول يا ولدي إذا ناقصك شيء ولاش علمني، ترش كل شيء بعقد البنت الله يحفظها. بنتك ما قصرها شيء، اللي يقدر عليها جيبه لها. ليه؟ هي قالت لك شيء؟ شكت لك؟ لا ما قالت لي، اللي مثل بنتي بنات الحمايل ما يشتكون، تحافظ بقلبه. وحنا بعد عيال حمولة معروفين بين الناس. إيه العلم أنا جاي ناخذ البنت أمها فجرت رأسي، أبي بنيتي والهالتن على بنيتي، أبي أضم بنيتي وأبي هالشكل، يعني أخذها وأنا ماشي. إيه حق واجب، أبشر يا عم باكر بجيبها معي. لا ماني ماشي لو هي معي. المهم أن أبوها أخذها من زوجها على أنه يبيها تزور أهلها، تسلم على أمها وأخواتها. وهو كانت نيته شيء ثاني، كان يبيها تطلق من زوجها، وكان يرى انه عيب انها تجلس معه على فقره وعلى هالحاله اللي بينهم. تبيني ارجع لك بنتي وبيتك ما فيه شيء يا فقران يا عدمان يا اللي عشاك يطرد غداك؟ يا عم هي شكت لك؟ بنتي من بنات الحمايل اللي ما يتشكون، اقول طلق البنت. لا والله ماني مطلقها. ورع طلق البنت وراسك يشم الهواء. إن كان تبيني أطلقها خلها تيجي قدامي تطلب الطلاق وأنا أطلقها هالحين، ولا عطني مرتي خليني أتوكل. مالك مرة عندي تسمع ولا لا؟ تبي تطلق البنت غصب عنك. اقرأ. مرت أيام
والمرأة مشتاقة لزوجها، تبيه باللي فيه وتحبه لدرجة أنها حرمت على نفسها الكحل ألين ما أنها ترجع لزوجها. هي ركبت راسها وأبوها عند أزود منها وركب راسه إلا ما تعودين له. الأبو شاور أمها قال يا بنت الحلال هذه والله أن تموت وهذه بنيتي لكن ما بيها تعود. قالت أجل اسمع سوى لك أي عزيمة أي مناسبة بحيث أنه لا كثر الداخل والطالع في البيت البنت تبي تستحي وتبي تكحل ويوم عن يوم تبدأ تدله وتنسى. وفعلا سووا العزيمة وأثناء العزيمة وجمعة الناس جوا أخواتها قالوا أنت صاحية والله نزعل أبوي ما طعتي تكحلين. شوي إلا يدخل عليها أبوها يا مل عين حاربت سوجة الميل على عشير بالحشاشة بضوة عليك اللي طبخته نصفها هيل اللي سعى للطيب من غير قوة. المال ما طيب عفونا الرجاجيل والقلب ما يكسر براع المروة. يا عنك ما حس الرفاقة ولا قيل ذا مغذي ما ينزل حول جوه له عادة ينطح وجيها المقابيل هذه فعوله بالمراجل تفوه. أجواد نسل أجواد جيل ورا جيل الطيب فيهم من قديم نتوه. تقل إن أبوها يوم سمع الأبيات تحسف وندم وفكر بعقله وقام قال لها خذي يا بنيتي هذا الحلال وعودي على رجلك. وبكذا قدرت ترجع لزوجها وما تزعل أبوها وبكذا أقنعت أبوها بأسلوب زين وبأدب. وعلى هالطاري وطاري الزعل اللي يصير سواء بين الأب وبنته ولا زوجها ولا بين الزوجين يقولون إن فيه زوجين عايشين مع بعض ويحبون بعض وما بينهم إلا كل مودة ومحبة. يوم جذاك اليوم تقل إن الزوج زعل على زوجته رغم إنها حليلة وطيبة لكن كانت هي السبب. وأحياناً ترى الشيطان يجي حتى عند الإنسان الحبيب. طلع من عندها زعلان وعلى طلعته إلا ربعه طلعوا غازين صادف يعني ذاك اليوم وهو اللي توجه معهم. هي خافت قالت هالحين هو راح وزعلان مني لا قدر الله لو مات وزعلان مني وضاق صدرها وصارت ما تنام على الفراش ألين ما يجيها احتراما له. وقامت قالت هالأبيات يا طير سلم على الطراش قل له ترى الغض مدهومي عقب الغضي ما فرشت فراش وقال بالليل بهمومي دمعي على وجنتي جهاش وقلبي على بعدكم يومي. وصلنا معكم إلى نهاية حلقتنا لليوم وموعدنا الحلقة الجاية. مسهما عين منكم لا تغار.